لا زال الحديث موصولا عن موقف الصحابه رضي الله عنهم من موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه غائبا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب الى اهله في منطقه السنح فانطلق احد الصحابه اليه واخبره خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وان الناس في حال لا يعلمها الا الله سبحانه فانطلق ابو بكر الصديق رضي الله عنه مسرعا على فرسه حتى دخل المسجد النبوي واذا بالناس يبكون وعمر رضي الله عنه شاهرا سيفه يكلم الناس فلم يلتفت ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى شيء من ذلك ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى على سريره وكشف عن وجهه الشريف قال رضي الله عنه انا لله وانا اليه راجعون ثم اكب عليه فقبله وهو يبكي ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموته التي كتبت عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موته ابدا ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج رضي الله عنه للناس وهم بين منكر لوفاته صلى الله عليه وسلم وحائر من هول المصيبه وعمر رضي الله عنه يهدد ويتوعد من يقول بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما على رسلك يا عمر فابى عمر رضي الله عنه ان يسكت فلما راه لا ينصت اقبل ابو بكر رضي الله عنه على الناس بدا ابو بكر رضي الله عنه يخطب في الناس فلما سمعوا كلامه اقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عنه فقال ابو بكر رضي الله عنه ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكان الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر رضي الله عنه واخذ الناس بالبكاء والنشيج على موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمر بالامه مصيبه اعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم